الندوة التي شارك فيها أعضاء سابقون في البرلمان البحريني الذي حل عام 75 ورعاها اللورد أيفبري في إحدى قاعات مجلس اللوردات البريطاني ركزت على قضايا الإصلاح السياسي في البلاد والحوار من أجل ترسيخ الديمقراطية والقضاء على البطالة وأزمة السكن. مطالبنا تتلخص في أولا الوضع الدستوري لابد أن يتغير بحيث يكون هناك وضع دستوري يسمح بوجود برلمان كامل الصلاحيات القانونية والتشريعية والرقابية وهذا غير موجود حاليا. ثانيا مسألة الوضع الاقتصادي بالنسبة للشعب يعني خاصة في ما يتعلق بالعاطلين عن العمل ومسألة السكن وهذه هناك أزمات الآن حتى في بعض الاحتجاجات قائمة وأيضا هناك مشكلة في توزيع الثروة. وقد برر المشاركون في الندوة انعقادها في لندن بأنه يفسح لهم المجال للتواصل مع العالم الخارجي كما يشكل متنفسا لهم في التعبير بحرية عن الانتهاكات التي قالوا إنها تحدث في البحرين. المعتصمين أو المشاركين في الاعتصامات تعرضوا للاعتداءات وفي بعض الأحيان تعرضوا للاعتقال. وعرض المشاركون شريط فيديو يقولون إن الأشخاص الذين يظهرون فيه يتظاهرون طلبا للحصول على فرص عمل وأن أجهزة الأمن البحرينية تعاملت معهم بالقوة وتركت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم. نقول بأن الفكرة الأساسية للمعارضة هو إنهاء احتكار الأسرة الحاكمة في البحرين للسلطة. الدستور 73 عقد دستور شراكة بين السلطة والشعب وهكذا يجب أن يكون الأمر في البحرين. بعض الأوساط البحرينية عاتبت بريطانيا لاستضافتها لندوة المعارضة هنا في إحدى مجلسي البرلمان، لكن الحكومة البريطانية اعتبرت أن هذه الندوة لا تحمل أي صفة رسمية ولن تؤثر على علاقات الصداقة بين البلدين. النواب السابقون في البرلمان البحريني يعتبرون أن المظاهرات التي اندلعت في البحرين بسبب ارتفاع البطالة لا تزال آثارها آخذة في التفاقم حاليا برغم ارتفاع مدخلات النفط إضافة إلى الاحتقان الذي تشهده الساحة البحرينية كما يقولون نتيجة تضييق الحريات وإهمال المسائل العالقة كالمسألة الدستورية وغيرها. العياشي جابو، الجزيرة، لندن. طيب يبدو ان لديك بعض الصور والوثائق. نعم يعني نعم هذا واقعا ما حدث في الصيف الماضي عندما تم الهجوم على العاطلين في 15 جون في 19 جون وايضا في 15 جولاي. كل الذي طلبوا هؤلاء ان يتم النظر في حاجاتهم كمواطنين تم الاعتداء عليهم وضربهم فيهم من الناشطين الحقوقيين وفيهم من يعني هو معروف على المستوى الدولي وأذكر بالخصوص الأستاذ عبد الهادي الخواجة تم تكسير أسنانه وتنك شرخ في كتفه إضافة للضرب في مناطق معينة من قوات خاصة تكون ملثمة ومتخصصة تعرف أين تسبب الألم. في السابق كان يعتقلون الشخص من بيته في الفجر ويذهبون به إلى المعتقل ويحدثوا فيه من التعذيب والألم ما ممكن. ماذا لأن البحرين تحت الضوء ولا تريد أن يعني تتشوه سمعتها فماذا يقوم هؤلاء المستوردون المرسنريز هؤلاء الأشخاص الذين أتوا إلى هذه البلاد ليس فقط للانتفاع وإنما يستخدموا كأدوات لإحداث للتعذيب المواطنين يحيطوا بالنشطاء ويضربوهم في مناطق حساسة بحيث يحدثوا أكبر كمية من الألم في وقت قصير ثم يتركوهم وبالتالي حتى تبقى هناك شهادة أنه لا يوجد أحد في السجن ولا يوجد أحد في المعتقلات. شهدت المرحلة الأخيرة اعتداءات كبيرة على النشطاء ومدافع عن حقوق الإنسان يستهدفون في أرزاقهم ومو بعيد أنا أكلمك الحين لما أعود لبلدي يعني يتم استهدافي من خلال المؤسسة اللي أعمل بها.